استاذ فرج كلمكم على الماده 198 من الدستور. الماده 198 من الدستور مش بس اتكلمت عن مس الماده الاولى من قانون المحاماه، لا ده زادت، ده زادت. الماده 198 بتتكلم عن ايه؟ اسمحوا لي اراكم النص. وكذلك المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه في تحقيق العداله وسياده القانون وكفاله حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال، يعني كل الادارات القانونيه معانا. ويتمتع المحامون جميعا اثناء تاديتهم حق الدفاع امام المحاكم بالضمانات والحمايه التي تقررت لهم في القانون، وقف هنا، اللي هي موجوده في قانون المحاماه، اللي هي في الجلسات عدم سب والقصف والاهانه وجرائم الجلسات. بعد مع سريانها هذه الحمايه، مع سريانها عليهم امام جهات التحقيق والاستدلال. وده التعديل اللي احنا حاطينه في قانون المحاماه، في انه تمتد الحمايه للمحامي في انه لا يجوز القبض عليه او حبسه احتياطيا في جرائم، في الاربع جرائم حتى في حاله التلبس، سواء جهات المحكمه او جهات التحقيق او جهات الاستدلال. يا اخوانا لا يوجد فئه في مصر معفيه من القبض او الاحتجاز في حاله التلبس في اي جريمه الا فئه المحامين في الاربع جرائم دول. احنا بس اللي معفين منها في حاله التلبس. ما ينفعش حد يقبض علينا بقوه الدستور الان، كان بقوه القانون، النهارده بقوه الدستور اي حد هيلعب في قانون المحاماه او يحاول يضرب قانون المحاماه بنص في تشريعه مش هيعرف، لانه هيصطدم بالدستور، هيبقى غير دستوري على طول. لا، اللي اكتر من كده، اللي اكتر من كده، كفاله حق الدفاع، الدستور ربط بين كفاله حق الدفاع وبين المحاماه، وقال مفيش كفاله حق دفاع من غير دعم المحاماه والمحامين، مفيش كفاله لحق الدفاع من غير محاماه ومحامين. ده الدستور، مش كلمه ومش جمله من حد. انا اذكر انها حق الدفاع 98، حق الدفاع اصاله او بالوكاله مكفول، واستقلال المحاماه، واستقلال المحاماه وحمايه حقوقها ضمان لكفاله حق الدفاع، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائلا. اذا استقلال المحاماه هي ضمان لهذه الكفاله، هي المسؤولة عن هذه الكفالة. احنا عندنا مادة ثالثة لا تقل أهمية، وإن كانت متعلقة بالعمل والشغل، اللي هتغير خريطة أعمال المحاماة لما تترجم في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 34 أو 35. الدستور برضه. يبلغ كل مقبوض عليه. ده نص الدستور، طلع لي نص، طلع هتلاقيه في المية الأولانية. يبلغ كل مقبوض عليه أسباب القبض عليه. ده دستور يا اخوانا. النص ده لسه ما ترجمش في قانون الإجراءات الجنائية، بس عشان الناس ما تتصورش احنا بنتكلم خيال علمي. ده الدستور. يبلغ كل مقبوض عليه بأسباب القبض عليه، ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه، ذويه ومحامين، ولا يبدأ معه التحقيق. ده الدستور، إلا بحضور محامي، إلا بحضور محامي، ولا يحل المحكمة، ولا يحاكم أمام محكمة الجنع إلا بحضور محامي. هذا الانقلاب الدستوري اللي حدث، هذه الثورة الدستورية اللي حدثت في كفالة حق الدفاع، وفي أيضا ضمان اشتغال المحاماة والمحامين، ده ايضا غير مسبوق. ماده 54،
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوق الكتابية ويمكن من الاتصال بزوي وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه. شوف المرة الثانية في الدستور محاميه، فإن لم يكن له محامي ندب له محامي، مش بس المحامي المكري، يندب له محامي مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفق الإجراءات القانونية. ولكل من تقيد حرياته حق التظلم وينظر القانون أحسابه وأسبابه وحالات استحقاقه، ولا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامي موكل أو منتدى. إذن ده معناه إيه؟ معناه إنه محكمة الجنح هيبقى الحضور فيها للمحامين وجودي. إيه الترجمة العملية للمحامين؟ إنه ما فيش محامي مش هيشتغل، يا موكل يا منتدى، لأنه كل الجنح يجوز الحبس فيها إلا الجنح اللي فيها غرامات أول. حتى وإحنا بنناقش في لجنة المستشارين النص المادة دي، فأنا قلت في الجنح التي يجوز الحبس فيها، فالمستشار كده طلع قال إيه، ما تخليها التي يجوز التي يجب الحبس فيها. قلت له يجب الحبس فيها جنح ولا اثنين، إنما يجوز دي محتملة. وأنت متصور إنه يجوز الحبس دي يعني مع تصل 3 سنين، يجوز إنه تحبس 3 سنين. قلت له أنت بتشترط حضور المحامي في التحقيق ومصممين عليها باعتبار إن فيها كفالة لحق الدفاع، وده احتمال يتحبس 4 أيام واحتمال ما تحبسش. 4 أيام بوجب له وجود محامي، وعايز نستبعد المحامي من احتمال إنه تحبس 3 سنين. فقال والله حجة وجيهة ووافق على النص بهذه الصيغة علشان نكفر حق الدفاع بشكل حقيقي للناس، لان دي مسؤوليتنا مسؤوليتكم. وفي نفس الوقت مفيش محامي هيبقى قاعد في بيته، مفيش محامي مش هيبقى مشتغل، مفيش محامي ما عنده حجه انه ما عندوش شغل. اللي ما عندوش شغل اختياري بالوكاله هيبقى عنده شغل بالانتداب، ودي هتبقى مسؤوليتنا في المرحله القادمه من تنظيم جداول الانتداب على مستوى محاكم الجنح ومحاكم الجنايات. هي دي المسؤوليه اللي احنا ماشيين فيها لانه ده التزامنا. هو حضراتكم ما تعرفوش انه في فصل هنا في الدستور اسمه المحاماه؟ لاول مره في تاريخ مصر، مش في تاريخ مصر، في تاريخ الدساتير العالميه يبقى في فصل المحاماه في الدستور، او ينص على المحاماه في الدستور. اي دستور طلعوا لي وانا اعمل جايزه من جيبي الخاص لأي حد يطلع دستور يتكلم عن المحاماة زي الدستور المصري. في فصل عن المحاماة زي الدستور المصري، في نصوص بعدد المحاماة بعدد نصوص المحاماة في الدستور المصري. مش هتجدوا إلا في دستورنا احنا. ده ايه؟ ده نتيجة كفاح نقابة كامل، كفاح جيل من النقباء الفرعيين والنقباء العموميين ومجالس النقابات. صحيح كان لها شرف اني اتوج هذا الامر ابقى في لجنة 50 عشان اصير ده، عشان اتمسك بيه وعشان ننتهي منه، لكن ده مش معناه انه لوحدي، ده خلاصة فكري. لا، ده خلاصة فكركم انتم، خلاصة فكر الاجيال اللي موجودة قدامي وكانت معايا وكانت بتعاني وما زلنا بنعاني من اجل المحاماة، لان احنا اصحاب مصلحة في المحاماة، اصحاب مصلحة في نجاحها، مش بس علشان المحامين، علشان البلد محتاجة محاماة، محتاجة محاماة حقيقية. البلد محتاجة محامين شرفاء اللي هم انتم، محتاجة النزاهة والشرف. وده اللي يخليني اقول احنا ليه بنعمل معهد محاماة؟ ليه بنعمل معهد